طيب بمناسبه بقى مباراه الاهلي وبايرن ميونخ، عايز اقول لحضراتكم وزاره السياحه والاثار يعني اتخذت خطوه جيده جدا الحقيقه، قررت الاستفاده من هذا الحدث الكبير زي ما بتعمل دايما وبتحاول دايما تستفيد من كل البطولات الرياضيه الدوليه في الترويج السياحي لمصر. عملت ايه بقى بمناسبه اقامه مباراه النادي الاهلي المصري وبايرن ميونخ الالماني في الدور نصف النهائي لبطوله العالم او كاس العالم للانديه في كره القدم؟ اطلقت وزاره السياحه والاثار مسابقه للمواطنين الالمان لتوقع نتيجه هذه المباراة، وكمان اتفقت مع منظمي الرحلات على عرض الفيلم الترويجي اللي بيحمل عنوان رحلة سائح في مصر على كافة المواقع الإلكترونية الخاصة بمنظمي الرحلات حتى نهاية هذه البطولة. طيب الهدف ايه من يعني المسابقه دي؟ هو ان انت تنشط السياحه. كنا دايما بنتكلم يا كريم، عايزين نفكر الكلمه الشهيره خارج الصندوق، هو الصندوق تعب بصراحه، فاحنا عايزين فعلا او اتملى يعني خلينا بقى بره الصندوق بمراحل. فكنا دايما بنقول عايزين فكر كرييتيف او فكر يبقى مختلف شويه، ازاي انا استقطب السياح في اي ظروف كانت بتمر بيها او بيمر بيها العالم كله. فان انت تستغل بقى حدث هنا عالمي رياضي بهذا الشكل، كل العالم بيتابع، مش مهم سواء انت في يعني بتشجع بايرن ميونخ ولا الاهلي ولا اكس ولا واي ولا زد، لا انت بتتابع لان ده كاس العالم للانديه، يعني ما هياش مباراه بسيطه، العالم كله بيترقب. فكون ان انت هنا كمان كدوله بتروح من خلال الفريق بتاعك اللي بيمثلك بتطلق حاجه زي كده او مسابقه زي كده، ممكن ان هي قدام كمان تنشط السياحه بشكل كبير جدا من خلال هنا ان انت بتقول توقعاتك، والتوقعات الصحيحه لنتيجه المباراه هيختاروا منها اثنين عشان يفوزوا برحلتين سياحيتين لمصر. ده هيقوموا بقى من خلالها اكيد بزياره الاماكن السياحيه والاثريه، ويتعرفوا على الحضاره المصريه ويستمتعوا بالجو اللي احنا كل يوم بنتكلم عنه لحد دلوقتي، بنقول شهر 2 او الجلوبال وورمنج، لكن انت في دوله تقدر حتى في الشتاء في اماكن فيها ومحافظات فيها ان انت تستمتع بجو فعلا صيفي جميل جدا. فدي مسابقه في غايه الاحترام، وهي هتمتد كمان لتشمل هنا المباراه النهائيه للبطوله. ده طبعا فور بقى الفريقين اللي هيوصلوا للنهائي باذن الله، يا رب يكون الاهلي منهم. بس هي مسابقه حلوه وفيها فكر جديد. انا يعني انا عايزه اقول ان انا مبسوطه جدا من ان احنا بقينا كمان نستغل الحاجات الرياضيه اللي حوالينا واي فرصه علشان نروج للسياحه بتاعتنا. بسيطه ولطيفه وبعدين يعني محفزه للناس، فكره ان اللي هيفوز برحله لمصر. حطي بقى نفسك مكان الشخص الالماني اللي هيفوز بالرحله لمصر، وانت عارفه ان المانيا طول عمرها يعني من عشاق شرم الشيخ ودهب ونويبع والجزء ده من جنوب سيناء. ففكره ان انت بتوعديهم برحله سياحيه لمصر شامله مزارات واماكن سياحيه، فكرة حلوه جدا واول مره تحصل على فكره. يعني انا ما سمعتش قبل كده ان حاجه زي كده اطلقتها وزاره السياحه، فحلو جدا. ويمكن احنا عملنا ده في البرنامج يعني. ولا انت ايه؟ يعني احنا برضو السباقين طول عمرنا يا اكسلانسا، يا طول عمرنا. طيب